السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات. رجعنا يا حلوين نكمل سلسلة من اللعبة جميلة نورث جارد، حارس الشمال. طبعا عيال في أشياء كثيرة صارت، طبعا زين انتم شفتوا كل شيء في الحلقات اللي راحت يعني، لكن الموضوع والله الموضوع طول يعني، الموضوع يعني طلع يعني مرة قوي. طبعا الدخل عندي ما أدري ليش 16، المفروض يكونون 20. قطاعين الخشب يزودون يعني، الفارمر 3، إنتاجية المزرعة 15%، نوعا ما أبو كلبية، والهنتر 11. طبعا هذا استكشف لي، ما عاد في أحد هنا، ما عاد في أحد هنا، والله ما عاد في أحد هنا. هذا آخر جندي على ما أعتقد من القبيلة هذه. طبعا أنا برسل برسل هذولا يقتلونه ويخلصونا منه، بناخذ القرية هذه منه، بناخذ الثنتين هذه يعني. خلاص هذه آخر جزء في الخريطة من الناحية هذه. طبعا أنا ما أعتقد في جزء هنا، في شيء هنا بس وش هو والله أني ماني داري. أروحوا روحوا من هنا، تبون تروحوا من هنا روحوا يعني. سكاوت هنا، سكاوت راح يستكشف لي المنطقة دي. اوكي ما في مشكلة، استكشف يا ابوي على راحتك. طبعا البراوري اللي هم حقين السعادة وضعهم في السمباتيك، المينر هذا حق الحديد كويس. طبعا هذول جالسين يعالجون الجنود عندي، وهذا الشيء طيب. انا الحين عرفت كيف يتعالجون الجنود، انا عرفت الحين كيف يتعالجون الجنود، هذا شيء طيب. الحين راح نطلع الهيلر. طبعا الهيلر ما يصلح، حاربوه يا هو. اما هذا تبعي ذا، هذا وشو ذا يا ولد؟ سيبدا في شخص هنا، انا جيت انا بالجنود حقيني ابي يقتلونه. ايش عنده رجل حجري ذا ولا توحش ولا ان شاء الله يا صراحه. زبدة ان احنا بناخذ المنطقة دي برضو يعني. طبعا في معركة صايرة الحين بين السكاوت استكشف لي المنطقة، يلا خليه يستكشف وبرجع ما في مشكلة. طبعا هذه بناخذها برضو. اوه شيت، والله الدخل عندي يا شيخ شاد الشش. ول 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 والله الدخل عندي يا ولد، دخل خفس يا ولد في السماء. طبعا الجنود عندي صاروا كويسين جدا يعني، صار عندي بالعربي جيش قوي، صار عندي بالعربي جيش قوي يا عيال، صار عندي 8 مقاتلين، 8 مقاتلين، وهذا الشيء طيب. الهيلر 2 ضالة، أرسل 2 ضالة لهم يتعالجون عندهم. طبعا السكاوت استكشف منطقة هنا، واضح المنطقة هذه فيها مزرعة، فيها مدري ايش يعني. راح نرجع لها ان شاء الله، راح نرجع لها حين اخيرا يا هو. لكن زي ما قلت لكم اهم شيء الخشابين عندنا، الخشابين هذول لازم نزيدهم. طبعا هنا 4 جنود بنخليهم حراسة هنا. طبعا هنا برضو جنود بنجيبهم، ما ادري وش شغلتهم بالعربي جنود. طبعا هذا استكشف لي، قام يستكشف لي المناطق كلها. ارجع ارجع يا بيي، ارجع يا بيي، ابغاه يستكشف لي المنطقة دي، ابغاه يستكشف لي المنطقة دي. وش الجنود عندي وضعهم في السمباتيك يا عيال، وضعهم في السمباتيك بقوة. انت روح لمزرعتك الحين ويلا عشان يرتفع الانتاج، خلي هذول يتعالجون. طبعا كيف تعالجون الجنود يا عيال؟ انكم تسوون بيت حق الهيل وتروحون الجنود عندهم، تروح هذا اللي اي شخص مضر عندك من الجنود او المواطنين او العاديين تجيبه عند المعالجين ظلوا يعالجونه. لكن ما يصلح انك تطلع المعالج برا الديره، شفتوا كيف يتعالجون بسرعه.
الحين هذا راح تعالجه بسرعة، هذا شيء طيب. طبعا التاون هيل هذا او التاور هذا حق الدفنس هذا ما احنا محتاجينه هنا، ف ما ادري وين وش بنسوي صراحة. لازم نحط التاورات نحطها على المداخل، على الثغرات، الاماكن اللي يجيني منها هجوم تحط عليها مكان ديفنس، هذه افضل شيء تستفيد منها. طبعا في حجر هنا ما ادري وش الحجر هذا، نقدر ستون رون ستون هذا وش بيعطيني؟ والله اني ماني فاهم وش بيعطيني، بس الزبده وش بنسوي هنا؟ هذا برضو ما احنا محتاجينه، ما احنا محتاجين عشان كذا. وش بنسوي هنا؟ والله اني ما ادري. هل نبني مساكن للجنود؟ نبني مزرعه؟ هنا مزرعة، هنا نقدر نسوي مزرعة جديدة. طبعا هذا بجيبه يتعالج هنا، الفارمر بوديه المزرعة، اي شخص متضرر بجيبه يتعالج هنا بسرعة، الناس اللي متضررين بجيبهم يتعالجون بسرعة، وبنرسل شخص واحد يجيبه هنا في المزرعة عشان يبني لي المزرعة هذه. طبعا المستكشف وينه؟ ايه المستكشف بيستكشف لي المنطقة دي. طبعا احنا نسجل لنا الحين يا عيال 6 دقايق، احنا لازم عندنا جيش قوي، احنا لازم ننهي القبائل الثانية، بس كيف ماني فاهم. لكن ما هو معناته ان احنا نهجمه بس، لا احنا لازم يعني نطور، لازم ما نخلي ارض فاضية، يعني لازم نستفيد من كل شيء. يعني انا ما ادري وش فايدة هذه صراحة، ريليك اوف ذا جاد او ريليس فالكري، فالكري هذه شكلها قوية مرة، وفي عمالقة هنا نسور، هذا شكله قايل يا ولد، والله شكله يروع. سكاوت استكشف لي المنطقة هذه فاضية، فيري نايس. فيري نايس، يلا سكاوت. هذا ما اخوذه، هذا ما يمدينا ناخذه. سكاوت سكاوت وين تروح يا سكاوت؟ انا ما ادري يمديه يجي هنا ولا لا، بس بنخليه يجي هنا. طبعا هذا جالس يتعالج، تعال هنا، تعال قريب عندهم. والله اني ما عاد ادري وش اسوي، احنا ننتظر الاعضاء يزيدون بس، يعني ننتظر الاشخاص يزيدون، يعني ننتظر نسوي لنا، نبغى نسوي لنا جيش قوي مره يعني. يعني مناطق هذه راح نستفيد منها، هذا بنخليه مزارع برضو عشان ارفع الدخل عندي، نستفيد منه كويس. طبعا هذه فيها 3 مزارعين، بنرسل واحد من المزارعين هنا، احس 3 مزارعين مال امهم داعي. لكن يلا يلا الزبده هذه لازم نزودها، حقه القمح او شيء زي كذا، لازم نطور المباني عندنا يا عيال، لازم نطور المباني عندنا، ماني فاهم. واحد بنوديه تريد، احنا جالسين نسوي تريد صح، احنا جالسين نسوي تريد بالخشب، الخشب لا كنسل تريد، ما عاد احنا محتاجين شيء بالعربي. ما عاد احنا محتاجين تريدات ولا شيء، خلاص كفايه هو. والله كفايه يا ولد. هنتر عندنا بلاوي، خلينا نبني مساكن هنا. خليها بيوت، بنخلي بيوت يزيدون اعضاء القبيله، بس احنا نبغى عدد زياده من اعضاء القبيله، كل ما زادوا اعضاء القبيله كل ما كان هذا في صالحنا، بس يعني الاماكن الفاضيه هذه بنخليها لاعضاء القبيله يزيدون فيها، يجون فيها بالعربي. السكاوت عندنا يستكشف المناطق هذه، طبعا ما عاد في اي طريق، ما عاد في احد يقدر يجينا من هنا، عشان كذا هذه شيء كويس. في ناس هنا والله اني ما ادري وش شغلتهم، لكن وضعه ما هو كويس ابدا. انا الحين ابغى ارجع الهجوم، هذا انتهى، ما عاد في اي شيء، ما عاد لاي فايده، هذا بنخليه جندي وارباند كرو يور وارباند، هذا ما عاد لاي فايده. ليش ما نخليه، بنخليه مواطن عادي مثلا، خليه مواطن عادي يلا فجأة.
طبعا احنا برضو محتاجين خشب. سكاوت يعني جالس يستكشف ما قصر. هنا ما في شيء. انا استكشف ذي المنطقة دي. طبعا انا لازم اطلع هذه يا عيال، لازم اطلع هذه باي ثمن. الدخل جالس ينقص عندي، عشان كذا بنسوي تريد مع القبيلة هذه. هنا نسوي تريد معهم. يلا يلا نسوي تريد نجمع فلوس. طبعا الفيران مزعجة، الفيران اخذت منها اشياء كثيرة. انا لازم اهجم على القبيلة الثانية ذي، لكن انا بخلي الحلقة هذه تطويرات يعني نوعا ما. ليش ما نخليها تطويرات افضل؟ عدد افراد القبيلة صار زيادة، نكبر عدد افراد القبيلة. الاراضي اللي ما منها اي فائدة ما راح نستفيد منها، نجيب افراد القبيلة فيها. هيلار هنا معنا، محتاجين هيلار. فود، مخازن، نوعا ما المخازن راح كويس كويس. نحط مخزن حبوب هنا مثلا. يلا تعال ابن هنا، مخازن الحبوب نستفيد منها يعني، نستفيد من مخازن الحبوب. قاطع اشجار مثلا. نحطه هنا ولا نحطه هنا؟ والله يلا نحطه هنا. قاطع الاشجار نستفيد منهم. برضو بنحاول يعني نكبر الجنود باي ثمن كان. احنا كم وصلنا؟ دقيقة 12 دقيقة بدون ما نسوي شيء. هذه الاشياء اللي انا اكرهها يا عيال في التطويرات، هذه الاشياء اللي انا اكرهها صراحة وما ابغاها صراحة يعني، لان التطويرات هذه تاخذ وقت كثير بدون اي فائدة. يعني حرام انزل حلقة كذا بدون اي فائدة يعني، تحس ما الامها داعي. هذا السكاوت عندنا مبقس، مبقسينه لين قال بس. فخلاص يعني كل الطرق مسدودة من هنا، كل الطرق مسدودة من هنا. يعني الحين ما في الا طريق واحد اللي هو من هنا، هجوم على قبيلة ما ادري هم الغزلان او الماعز، ما ادري من الغزلان ولا الماعز، بس انهم ما اقدر اشوف التاون هو حقهم صراحة. ف كويس 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 كويس. لا لا شيء كويس جدا، شيء طيب. بنبني برضو، بنبني مصنع حبوب هنا. وبنبني مثلا نبني بيت للجنود. تعال 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 باللي هذا لو سمحت. نبني بيت لل، ما عاد يبدينا نسوي اي شيء هنا خلاص. هذه 2 من 2، اي 3 من 3. احنا كلش فل. هذه فاضية، هذه بنسوي فيها شيء. هذه والله ما ادري وش بنسوي فيها الامانة، لكن مثلا هونت ما ينفع، مزرعة ما ينفع برضو. جنود نوعا ما كأنه ينفع، جنود جنود نوعا ما كأنه مفيد، لكن ما احنا ما احنا في حاجته. نوعا ما ما احنا في حاجة حق جنود. فود تريدنج بوست هاوس. تقريبا نبني مباني يعني، ما في الا نبني هاوسات. هاوسات انا اشوف انها يعني هي الحاجة الوحيدة اللي بنستفيد منها نوعا ما تقريبا. غريب، ما في الا كذا، ما في الا نبني فيها يعني هاوسات عشان يزيدون اعضاء القبيلة باسرع وقت ممكن. يعني هذه الحاجة اللي بنستفيد منها بس فقط لا غير يعني. طبعا اعضاء القبيلة صاروا 50 يعني كويس. 20 فلاحين، و5 حطابين، و4 مزارعين، 1 سكاوت. سكاوت وينك يا ابوي؟ جالس استكشف، خليه يستكشف على كيفه. و 6
اللي هم تجار يعني، واحد اللي هو تاجر برضو، واحد اثنين هنتر واثنين هيلر وغنمة واحدة. طيب شو وش يمدينا نسوي؟ ما عاد يمدينا نستفيد من الأراضي ذي، خير شر هنا ما يمدينا نستفيد منها مثلا، ما عاد يمدينا، خلاص كل شيء فل الحين يعني، وضعنا الحين في السبت. أنت بما أنك شغال روح حط طابة زي لك، جمع لنا حطب نستفيد. طبعا هذه تاخذ 3500 يعني التوب التوب. طبعا لازم يجيب لنا واحد، تعال 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 باللي المباني هذه، لازم يجيب واحد يبني لنا الهاوسات. طبعا الجيش عندي تمام، الجيش عندي تمام، لكن وش بسوي بالجيش؟ انا لازم، انا ما ادري هل اهجم على الفالكري يا عيال او لا، هل اهجم او لا. احنا محتاجين احجار، ما ادري وش فائدتها، والله اني ما ادري وش فائدتها يعني. والله ما ادري وش فائدتها ابدا ابدا. هنا ما ادري وين بيوديني الخريطة، هنا ما بدري وش بتوديني صراحة. صرنا 16، لازم نسوي شيء، لازم نهجم على القبيلة هذه. انا ما ادري وش القبيلة هذه الأمانة. سكاوت انفرش، لا هذا هو السكاوت حقي، كويس هذا هو السكاوت حقي، لكن ما ادري وش القبيلة هذه، لازم نعرف القبيلة هذه وش هي. على ما اعتقد انهم قبيلة الغزلان، قبيلة قوية مرة ترى، قبيلة الماعز علاقتي معهم جدا قوية. الزبدة هذه وش هي؟ هذه كيف وش نستفيد منها يا ولد؟ هذا والله انهم يعني كثيرين يا ولد. انا بجيب الجيش عندي، بحاول زي ما قلت لكم، بحاول اني اهجم على ضارة. طبعا ما ادري هل بينفع ولا، بس بحاول يعني. اوه شيت، شكله مو قوي. بنجرب مثلا، لا يمدينا، كفو كفو كفو، والله يمدينا، والله طلعوا زلايب يا ولد. ما حق فالكري. طبعا السيف هذا وش بنستفيد منه؟ الله اعلم، بس انه اكيد منه فايدة السيف هذا يعني. انت روح بلي المباني هذه لو سمحت، هذا حطاب ما ينفع صح؟ هذا اللي يبني لي، لا هذا اللي يبني لي، تعال. طبعا انت مدمج، ما نبي نخسرك، روح تعالج. الباقيين الشلة، ايوه تعالوا الحين نغزي الوحوش. كفو يلا، تكفون يا لابتي، تكفون يا مني بزه، كفو والله يا فرش. نعم فرش سكاوت، خلاص يا ابوي خلاص. طبعا احنا اخذنا المناطق دي وعندي نقص في الفود. اوه والله يا في حديد يا ولد، يوه يا ولد، والله في حجر هنا، ستونز. انا مدور ستونز من زمان جد يا ولد. والله يا اني ادور ستونز من زمان جدي. خلي بروح الجيش يتعالج، وبسوي مكان هنا، بسوي مكان. لا واحد يكفي يا جماعة الخير، واحد ايوه واحد بس. والله يا في مناجم ستون هنا يا ولد، بيجيني بلاوي. محتاجين 590 احنا. القبيلة زقة مع ما ادري ايش نفسياتها يا ولد. قبيلة، ايش قبيلة متخلفين؟ الحق قبيلة صدق. طبعا السكاوت ما قصر، العماليق هذا كيف نقتلهم؟ والله ماني فاهم صراحة، لكنهم شكلهم ملعين جد.
الحين برضو يا عيال بنحاول نغزي القبيلة هذه، القبيلة هذه بندق وجيهم دق، الحين بناخذ منهم أراضي إن شاء الله، بنبني ثكنات يعني، وبنختم عاد الحلقة بإذن الله. بس اني مبدئيا خلني اخذ المنطقة ذي لان فيها ستون، عشان كذا انفرش يا حرام. والله معليش اسف، توطاه الفيل ده والله، توطى في بطنه. طلع الجنود هنا عندي وضعهم في سمبتيك. كويس هذول الجنود عندي، لكن زي ما قلتكم يا عيال، زي ما قلتكم احنا محتاجين حجر، محتاجين احجار باي ذا من كان. ليش احنا محتاجين احجار؟ وين المزارع اللي كان هنا؟ حتى المنطقة الصغنطوطة دي ما فيها اي فايدة. روح تكفى، روح تعال لبلي ابن المنطقة دي يا ولد لي. طبعا احنا وش بنسوي؟ الجنود تعالجوا الحين وهذا شيء طيب، لكن نفسياتهم مقافلة. طبعا الاحجار جدا مهمة لنا، الاحجار جدا مهمة. انا مسوي تريد بالفود، الفود عندي، الدخل الفود جدا خرافي. احنا محتاجين احجار كثيرة يا عيال، عشان وش بنسوي؟ عشان ابي اطور حقات الجنود ذي، ابطورها عشان اقدر اطلع جنود زيادة. هذه الزبدة. لكن مبدئيا الحين مبدئيا خلونا ناخذ المنطقة ذي. انا اوريك يا ولد الايه. اضربوهم، كفو، فرشوهم يا ولد. دابلين انت سبدي يا ولد، كل مرة في كل مرة يهاجمون علي ويدمرون التور حقي، والله العظيم دابلين كبدي. يلا انت اشتغل اشتغل اشتغل. الزبدة والله عندهم جنود كثيرين، وشكلي خسرت جنود. انا خسرت جنود. الزبدة انا ايش بسوي؟ بحط تاور هنا وببني مبنى جنود، بحط تاور وببني مبنى جنود زيادة، او بحط تاور يعني على الاقل. طبعا كويس كويس كويس. الحين التاور هذا يعني معادل اي فايدة، يعني نوعا ما معادل اي فايدة، فلازم نبني لنا، فبنحط تاور هنا عشان يحمينا ويحمي الجنود عندي من اي هجمات محتملة. جنود 7 يعني ما تغير. كويس 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 كويس. 49 يعني اهم شيء. طبعا الحين جدا وضعنا في السمبتيك. ولد شيت. لازم، لا تكفى يا اخي، لا تروح على المباني هذه، لازم 640 طماطة. فيه قطاع خشب هنا، قطاع خشب هنا ما احنا محتاجينه، لكن شكله بيطروح على المباني دي. والله يا حرام شكلها بتروح. ما يمدي. الا اذا وقفت التريد. طبعا الخشب عندي، طبعا خليني احول التريد على خشب عشان نبقي شوي من الاخشاب، نبقي شوي من الطعام ونقدر نتلاحق المباني هذه. واضح انها بتروح علينا المباني هذه. يلا يا هو، باقي 40 طماطة. طبعا المباني هذه الثنتين ذي بحاول نحط فيها مباني جنود، حاول احط ثكنات عسكرية شي نستفيد منه. شيت، ما عاد يمدي ابد ما عاد يمدي. خصوصا هذا ما ابغى يروح عليه. لا مدانا كويس. المبنى هذا قطع الخشب، والله ما احنا ما نبيه. لا خليه وله. طبعا ايش بسوي؟ بحط تاور يحمي القرية هنا، ما يمدي. في
فيه زومبي هنا ما ادري شو وضعه. طبعا هنا خلونا الفلوس عندنا واجد، خلينا نبني تاور، لازم تاور هنا، لازم تاور هنا يحمي الجدود. بتجيب لنا واحد من المدنيين نجيبه يبني لنا التاور هذا. طبعا الحين يمدينا نطور مباني حقة العسكر، التاور هذا ما عاد احنا محتاجينه. طبعا هذا برضو هذا صار توب وهذا صار توب، يعني خلاص تقريبا نوعا ما. شيت يا ولد، هي زقتين يا ولد، ما ادري يمديني عليهم ولا لا. راح راح راح، افزع يا ولد، افزع افزع، ظل هجوم علي يا ولد، دمر التاور وخربوا كل شيء. افقع 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 افقع، جاء الجيش جاء، يلا روح مكانك روح، يلا هجم على الطفيلي الظلا ابوهم على ابو شكل. افقع افقع يا ولد، هذا دخل علينا ذا الدب ذا يا ولد، حاس الدنيا. راح العن ابوه اللي جابه، يلا يلا تكفون يا رجال، اجلدوه انت والله متفقع وجهك، تروح راح اصلح الهنا. طبعا برضو محتاجين تاور احنا هنا يا ولد، نرسل واحد من المدنيين يصلح التاور، لازم لازم. الجنود عندنا وضعهم في السمبتيك هنا، خلاص هذا ما عاد لأي شغلة، انت تعال سعادة الحين. طبعا هنا الجنود، هنا الجيش، خلونا نجمع الجيش هنا، خلينا نجيب الحين جنود زيادة، احنا محتاجين فلوس. ليش ما عندنا فلوس؟ وين يا ولد؟ ولد ولد ولد، الشتاء 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 مشكلة. الشتاء مشكلة، الشتاء يا رجال كل الدنيا، لا فلوس ولا. هذه برضو من احد المشاكل. طبعا انا كذا خلاص يا عيال، يعني انا ما قصرت صراحه، انا وصلت انا كم دقيقه؟ 28 دقيقه، انا كذا بختم الحلقه، ما ادري هي الثامنه التاسعه العاشره والله ما ادري وش هي، لكن احنا يعني تقدمنا تقدم جدا خرافي، يعني خلال يومين بس يعني سوينا عملنا عمايل فيهم، وجيش عندنا صار عندنا جيش قوي، فهذه يعني اخذنا نقاط متقدمه يعني جدا. هذا السيف وش معناه السيف كذا؟ الحين بدينا نسوي تريد انا. انا جالس اسوي تريد بالخشب، ابي اسوي تريد ايضا هنا بالخشب ثاني مرة. مع قبيلة الغزلان، يعني هي القبيلة الوحيدة اللي اقدر اسوي معها تريد. ابرسل واحد هنا في المكان هذا. والله اني ما ادري وش، بس انه احسن شيء انه افراد القبيلة جالسين يزودون، يعني هذا افضل شيء. يعني احلى حاجة. طبعا احنا المناطق الفاضية كالعادة يعني بنحط فيها ثكنات جنود. طبعا هذه ما يمدينا نسوي اي ثكنة جنود هنا. هنا بنحط ثكنات جنود، يعني خليهم يستنسون. ما عاد يمدينا ابدا، الفلوس عندنا صاير زبالة، ما عاد في ولا فلوس شيء، ولا في فلوس.
طبعا برسل اثنين من الحراس بوديهم هنا احتياطا، خليهم ثلاثة، يلا خليهم ثلاثة احتياطا يعني عشان اي هجوم يصير علي، وبجلس انا اكون باقي الجيش عاد هنا. طبعا احنا ننتظر الفلوس تزيد، ابرسل واحد زيادة هنا عشان يزيد الدخل، زاد الدخل الحين شوي دخل الفلوس، ابرسل برضو واحد هنا زيادة عشان يزيد دخل الفلوس. طبعا انا ارسلهم يزيد دخل فلوس ايش؟ عشان اطلع جيش، انا ابغالي جيش، ابغالي برضو يعني تقريبا 10 20 يعني 20 جيش.